بعرف يمكن بيقول له يمكن ما بتعرف وينه؟ إذا لك 10 أيام رايح جاي لعنده شلون ما بتعرف وينه؟ ما هو مشكلته كل مرة بيحاكي الجن من أوضة، مرة من أي، مرة من أي، مرة من أي، يعني كل جني له أوضته. طيب وين الناس اللي عم تقتل بعض لتاخذ موعد منه؟ إيه ماني شايف حدا غيرنا؟ هو ما بيحب الزحمة لأنه الضوجة ما بتخليه يعرف يحاكي الجان منيح، مشان هيك ما بيستقبل حدا إلا بموعد. ادخل يا جميل، تعال يا هنا. شايفه إجا موعدنا الحين. هم هم راح الهم، طا طا طلعوا برا، فا فا فاتوا جوا، عو عو كل من عوا، نو نو قطن نوا، قولي يا هلا. شايفي شلون عرفيك؟ سلمي علي. مرحبا بركو. يعني عدي عود. انت تحت اهليك؟ حاضر. لا تركي جميل، لا تخافي عدي، انا هون. سلمي على السعدان. سلمي عليه. سعدان بسيطة يا جميل، ما لقيت لي غير هالاسم. طيب هي جبت لك مرتي هنا مثل ما امرت. عظيم عظيم، مستعدة تنفذي اوامر الجن الازرق؟ ايه اذا شي معقول بنفذه. عظيم عظيم، معناتها انت بتحبي جازك كتير، مشان هيك انا لحقت وصلتك مع الجني الازرق يسهل الموضوع عليك كتير ويطلب لك التيسير. ما قلت لك طيب كتير السعدان؟ ايه كان مت ايدك. شريف هي ايدي. شو هي؟ ايدك عني لا تلقني بنوب. مو انت قلت لي هات ايدك؟ انا قلت لك هات ايدك على مصاري. مصاري مشان شو؟ ندبعتن للجني الازرق. خلص نبعث له اياهم بعدين، اليوم البريد مسكر. سامحوا سامحوا يا جني الازرق، ولا تنط عليه ولا تركبه. هلا شوف لي يا سامحني. لحظه. سامحك بس على شرط ما بتعيدها النوبه. حاضر ما عاد عيدها، بس المهم اللي بدك تقوله لمرتي قوله، لانه عندنا شغل بدنا نتيسر. سامحه سامحه حسامحه انه خبي، سامحه ولا تنط عليه ولا تركبه. لك شو حكيت؟ شوف لي يا سامحني، خلي عنا. انت سامحه. بس ثاني مره ما بتتدخل بشغلاتي ابدا. حاضر على راسي. هلا المهم شرف وخلينا نخلص شغلنا. تفضل. شو هي مين كره؟ سامحه ايها الجني الازرق، سامحه ولا تنط عليه ولا تركبه. بسيطة هاي 200. ما بيمشي لحال بنوب، ما بيمشي لحال بنوب، ما بيمشي لحال الا بطربوش. خلصنا جميل، عطيه اللي بدي اياه، عطيه من الطربوش. عطيه من الطربوش؟ انت شو طالع من جيبتي؟ شرف هاي ام الطربوش. انا المنجم سعدان صاحب الانس والجان، عندي رسالة الك ايها الجان الازرق. هنا مرت جميل اللي فكيت له امبارح عدته، جاي مشان تسمع اوامرك. ولا تنسى تقوله للجن. ولا كلمه، الجني الازرق بده يصدر اوامره. امرك امرك ايها الجني الازرق، وكتر خيرك وكتر خيرك لانك ما صعبت المهمه عليها. ايدك ايدي. شو بدك؟ حق الوصفه. انا وصفه يلي بدك تستلميها. بدي حقها. طربوشة، وإذا بيكون الطرابيش أحسن. خلاص مو مشكلة بعدين. عجبك أخي عصاب. هاي لحظة. وين حاطة المصاري لجميل؟ تفضل. خليني أشوف هدول الحبات. سكي. بتدقيهم بالهاون 7 مرات حتى يصيروا أنعم من الكحل. حاضر، دقهم 7 ساعات ليصيروا مثل الكحل. بتاخدي اللي معك وترشي منهم 7 رشات، بعدين بتاخدي هدول الاكياس وبترشي من كل واحد 7 رشات، وبتحطي عليهم 7 ناقط مي وبتحركيهم 7 دورات. حاضر 7 دورات. بتاخدي هدول وبتحطيهم بصحن بنص الغرفة، وبتخلي جوزك يمشي على ايديه ورجليه مثل السعدان 7 مرات. فهمت عليك غيره؟ بعدين بتخلي جوزك ينط على ايديه ورجليه 7 نطاط، وبتسطحيه على بطنه 7 ساعات، ولما بفيق بتلاقيه عم يحكي مع النسوان ب7 لغات. يعني تنفك عقدته على الاخر وما عاد ترجع له؟ اذا نفذتي اوامر الجن الازرق ما بترجع له ابدا. بسيطه. وهلا خلص الوقت تبعكم، يلا الله معكم، احطوا احطوا. حاضر رح نقحي، تفضلي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ما أنا بفرجيك يا وسيم. نط منشوف مين السعدان. واحد مثل عشان بنزين. مو على
على اساس الاستاذ سعدان قلبه طيب وبحل مشاكل العالم ببلاش؟ هي بجلسه وحده اخذ 1500 ليره، بتعرف لو طلب 10000 ليره كنت اعطيته؟ لانك بنص عقل، على كل حال هو يمكن اخذ اجره الجلسات كله. هذا مو مهم، المهم انه العقده مفكت. بس الوصفه اللي اعطاني اياها غريبه وصعبه. ليش ان شاء الله رح تنفذيها؟ بدك شو بدي اساوي فيها؟ حاجتك قلة عقل بقى، هي اكياس التراب اللي اعطاك اياها كبيهم. يا شلون بدي كبان؟ خلص كبيهم بزباله ما لهم شغل. والعقده؟ العقده لا تخافي مفكت. اذا بدك امشي لعند رفيقتك مها لفرجيك شلون بجاملها. امشي. لا ما في داعي، اليوم سمعتك على الغدا لسه ما لحقت العقده تنفك، لسانك ما فات لتمك. غلطي مو؟ لا ما غلط، بس المجامله مطلوبه. ماشي تفضلي نتمشى، ما بحب ارجع على البيت مهزوز بدني، خلينا نروق بعدين نرجع على البيت. يلا يلا. هيك هذا انتو مساء الخير. اهلين محمود، شو معك هون؟ ما تفوتي تقعدي ببيتك وترتاحي. انا قعدت على البلكون داخل ايه، طلعت لعند الام تحسين داخل يا كتار، دقيت انا عليكم طلعوا له الاولاد قال مالكم هون. انت شو طلعك على الدرج؟ مو خايفه تنكسر رجلك الثانيه؟ على فكره هنا ام تحسين زعلانه كثير منكم. ليش بقى؟ مشان الدكان اللي بدها تفتحها لجوزها. وانت شو قلتي لها؟ دافعت عنكم انا، مو انه ما دافعت، دافعت. قلت لها لا لا تفتحي سيرتهم بالعاطل ابدا، جميل وانا كثير بيساعدوا الناس خاصه جيرانهم، وقلت لها انه جائزه اليا نصيب طلعت اشاعه في اشاعه. الله لا يجبره اللي كان السبب بهالاشاعه. يلا ابو طارق صيد غني ولا صيد فقر. ام محمود فوتي على بيتك ارتاحي وخذي الدواء اوام. شكرا على اليخنات اللي بعتي لي اياهم. شو طيبين؟ ما بتلحقتي تتعشي، لسه ما صار وقت العشاء، لما ودالك اياهم طارق انت متغديه. معلش دقتوا لانه سخنين كثير. ايوه ماشي صحتين وهنا. شو هاد الفريالات؟ بابا انا ما دخلني، سلي هو اللي بلش. قوموا على دروسكم، قوموا. قلبية ولا شريطية؟ شريطية. قلبية يا ابن ال بسيطة يا وسيم، تاخذ ال 1500 ورقة ما لك أي مو مشكلة، بس تنططني أنا تمشيني على أربعة وتخليني نط مثل الشمبانزي. إيه؟ أنا أفرجيك. شو هالصوت؟ هذا صوت هاوي اكيد، هنا عم تدق محلاب، ظاهر بدها تعمل اقراص. ياي انا كتير بحب الاقراص، رح تنقضى شهوتي. فتحي لك شو صار لكم اليوم؟ فهمنا بقى.
بعدين هذا ابو ربحي البطيخ لا ترجع يعرض عليك اللي بتشتغل معه بالمحل. احكي ليش ما عم تحكي؟ بابا شو عم تعمل؟ ماما نعرفني مخي عم تركب دواء. لمين؟ الي. ليش بك بابا مريض؟ لا بس اذا ضليت عم تدق هيك اكيد رح اصير مريض. شبك بابا شايفك مزعوج كثير. انت يا خمي على الخاك لحنيك كول. ناولي صامش الله يخليكم ياكل جعت. قيمي الدق من ايدك وتعي كلي لحالي. ايه ماني قدرانه مو شايف مين عم دق. ايه تصطف لي. انا بعمل لك. انا تقبل قلبي اعمل لي اياها. سمعت صوت الهاون قام اجت تشوف شو عم ساوي. ما بتقدر ما تعرف. ايه ما راح افتحنا ما راح افتحنا. افتحي انا 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 ام محمود. افتحي خليني ساعدك بقراص الحلو. هيك على الحاله بدك جمعه لتخلصي لك. ما تعبتي. افتحي انا ام محمود. افتحي لي انا انا. لا هو مفتح لها لانه اذا ما فتحت لها ما راح تحل على الباب. افتحي ماما. افتحي ام محمود. افتحي. اهلا وسهلا. تفضلي. يعطيك العافيه هنانا. الله يعافيك يا رب. تفضلي حبيبتي. ارحمي نفسك شوي ما تعبتي حاجتك بقى. ايه شو بدي ساوي؟ ما بقدر وقف للساعه 3 لازم ضل دق. الله يعطيك العافيه. ليش كم كيس رح تساوي؟ كيس شو؟ كيس طحين. ليش ما عم تعملي قراص انت؟ لا انا عم بعمل سحر من شاني. قولي سحر من شاني. تعي تعي لهون. ايه انا هلا بس لاخلص دق بتيجي بكره وبتاخذيهم. بعد ما بتاخذيهم تنقعيهم بسبع نقط مي بعدين بتحطيهم بنص الاوضه وانت حاطتيهم بنص الاوضه بتنطي فوقهم سبع نقطات وبعدين بتلفي حواليهم سبع لفات على اليمين وسبع لفات على الشمال بعدين بتاخذيهم تنقعيهم سبع دقائق وبتقطعيهم سبع قطع وبتوزعيهم على سبع بيوت وما بتاكلي منهم ولا لقمه. محمود بعرفك حاكم. ها بعدين بتطي برجلك وبتجيك رزقه. رزقه الله يسمع منك. اذا طلع كلامك مزبوط لك عندي هديه محرزه. يخلي لي اياكي. ايه ام محمود روحي لانه انا ما بقدر دق قدامي حدا. انا وزعت جوزي واولادي مشان هالشغله. ماشي اوكي. رايحه رايحه. امتى اجي اخذهم انا؟ بكره بكره. ماشي الله يعطيك. الله يعافيكي. توصي بالدق حبيبتي. ايه تكرم عيونك. سكري الباب وراكي ام محمود. اوكي. واخيرا خلصت. سبع رشات هي وحده وهي تنتين اخ وهي ثلاثه وهي اربعه ممكن خمسه وهي سته ومن الظرفين هدول كل وحده سبعه. كيف ما نفتح هدول افضل ديدي. هي وحدة وهي تنتين وهي ثلاثة وهي أربعة وهي خمسة وهي ستة وهي سبعة ومن الثاني. هي وحدة وهي تنتين وهي ثلاثة يلا يعيني وهي أربعة وهي خمسة وهي ستة وهي سبعة. لا هي من نجم سعدة. سبع نقط. واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. سبعة سبعة نخلطهم. ايه
يا جميل. قوم حبيبي قوم، ما فيني لبك مالي مروي. يلا حبيبي قوم. لو بدي قوم. قوم صار الصحن جاهز. انا صحن. قوم بتعرف. ان شاء الله الصحن تبع السعدان. هو بذاته بدي اياك تنظفه بس خمس دقائق وترجع تنام. ايه ما حذرتيه؟ لا جميل قوم حبيبي، لا تروح لتعبي. يلا قوم قوم توم قلبي. لك شو مالك قايم؟ قوم مشان ما ترجع لك العقده مره ثانيه. يعني بتصيري تغاري علي؟ ايه حبيبي بصير بغار عليك. ايه بقومي. اكبر قلبي يلا. وين الصحن؟ ليكو على الطاولة حبيبي. هذا هو؟ ايه هذا هو. شو بدي ساوي فيه؟ هلا يا حبيبي بدك تنظفه سبع نطات وتدور حوالي سبع دورات. يا حبيبي وين بدي احطه؟ اخ بالنص. على الأربعة حبيبي على الأربعة. على الأربعة؟ ايه. الله لا يوفقك يا وسيم، هيك اخرتي على الأربعة. عدي لي. اي واحد. عدي. وهي خمسة، وهي ستة، وهي سبعة. اجي بقى على الصحن، دير بالك على الصحن حاجة حبيبي حاجة. خلاص قوم. الله لا يوفقك يا وسيم. يا سعدان. اي ماشي حبيبي، هلا نطفو سبع نطات. عدي لي. يلا تقبرني. واحد، اثنين، ثلاثة، برافو عليك. أربعة، وهي خمسة، وهي ستة. وهلا سبعة. برافو عليك برافو عليك. يلا حبيبي هلا بتقدر تروح تنام. تكبر قلبي تكبر قلبي ان شاء الله. وهدول شو بدي ساوي فيهم هن وهدوك الباقياني؟ يلا بعطيهم لام محمود بركي بتدخلها شوي. الله يهدك يا وسيم. جميل يا جميل جميل حبيبي نسيت شغله. شو رجعنا لوصفة السعدان؟ ايه معلش حبيبي اهون شغله تكبر قلبي. شو هي؟ قليب على بطنك. اه؟ قليب على بطنك. ما بقدر نام غير هيك انا. لا حبيبي بس الليله ما بدي. جميل شغله مو على كيفك. ايوه خليتني دق سبع ساعات وانا دق بالهاوي وخليتك تنط سبع نطات وتدور سبع دورات، هلا تيجي بالاخير تنزل اياها؟ اللي على بطنك لشو حباب جميل بتصيري تغاري. اه ايه بغار بس نط يلا. يلا اخ ما عم بستحكم. معلش حبيبي بس الليله شايفتك. ها شلون بدي نام؟ على بطنك شايفتك. يلا امي انت وياه يلا سي سي طبع وانت كمان. علي زمن الطفل يلا عشان يلا عجلوا لك بطلوا. ها يلا انت وياه يلا يلا انت وياه يلا يلا مع السلامة أمي. بخاطر الله معك. ليك حبيبي دير بالك على المذاكرة بياك تاخد عشرة فمان عجيب. بس اللي بتقولي انتبه ليش ما بتقولي لأخي؟ لأنه أخو دائما بياخد عشرة أما أنت لا. يلا عجل هلا بنروح الأوتوكار. شو عم بتساوي جميل؟ شو عم ساوي؟ فقت وبدي اروح على الدوام. لا حبيبي لسه بكير رجعنا. شو بكير الساعه 7:30؟ ما بيصير لك شيء اذا تاخرت رجعنا مطب على بطنك. شو تاخر عندي شغل كثير يا انا. لسه سبع ساعات ما خلصوا لسه ساعتين ونص رجع طب على بطنك. ساعتين ونص؟ ايه ساعتين ونص لا تقبر قلبي لا تضيع تعبي حبيبي انت رجع طب على بطنك. يلا حاضر. اوعى تقلبها شايفتك. لا بدي اقلب. تقوم تشوفني بقليب ما عم بستحكم. لا احكي مع ماها قبل ما تروح الشغل. الو صباح الخير ماها كيفك؟ ايه شو بدي لك ماها؟ دخيل عينك فيكي تاخدي لي اجازه؟ ليوم واحد. لا ما في شيء بس تعبانه شوي ايدي اليمين معضله. ايه كنت عم عزل البيت قامت عضلت. لا انا بعزل باليمين ما بعزل بالشمال. ايه حبيبتي لا لا عندي اجازات كثير بدي صفيهم دخيل عينك حبيبتي انت. ايه ماشي معها الله معك مع السلامه. يشوفوا احسن ما يقلب. لا والله المدير مو هون وصل مشوار على المحافظه.
حضرتك عم تحكي من المحافظة؟ بجوز لسه ما وصل لعندك. تكرم عينك، مع السلامة. شو صار له؟ تأخر كتير. أحسن شي اتصل فيه على البيت ليكون مريض، بس بركي انزعج من تليفوني. ينزعج بدي اتصل وطمن قلبي عليه. ألو؟ أهلين أهلين مدام هناء، شو بقول أستاذ جميل؟ انشغل قلبي عليه. سلامة قلبك، ولا يهمك، جميل بخير طابب على وش، قصدي يعني ساعة زمنه بيكون عندك. ايه ماشي بخبره. مع السلامة. طابب على وشه. استسلمت أمي، بدي اروح الدوام اتأخر. ما مشكلة جميل، انا حكيت مع السكرتيرة وقلت لها انك رح تتأخر. اخ رح امبرق، عندي اجتماع. طول بالك جميل، مو باقي غير دقيقة، تحملت 7 ساعات، ما باقي غير دقيقة، ما رح تتحملها. يلا حسبيها. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فرشت حناك. يلا قوم احسن ما تاخر على شغلك. قوم. قوم يلا. جميل الله ينصف عمرك يا سعدة. لك جميل قوم حبيبي، قوم. على مالي هبطت قلبي، قوم. على مالك. يلا انبرق ظهري. وين هون؟ ظهري مبروق. قوم حبيبي بعتي برقية لأهلي. شو؟ لا بعيد الشر عنك. قوم انبرقت انا. قوم حبيبي قوم. ان شاء الله انا ولا انت. ايه ان شاء الله. قوم حبيبي قوم. يلا على بعدك على الفقرات. الفقرات العجوز. قوم حبيبي العجوز والعصعوس يا اخي. يلا يا حبيبي. يلا على بعدك. اعطيني الشحاطة. ليك الشحاطة هاي لبستك اياها. يلا حبيبي. ها يلا انبهي ايدك. شيلي يا طول بالك جميل. طول شباب ايدي جميل ايدي.